Djedenkovic Mahmoud. برافو برافو على نوز اكروبات فريمون شو خرق العاده سبيكتاكل اورنور مقدموه لنا اليوم مره اخرى نحب نعاود نشكرهم ونذكر اساميهم رضوان شباوي فيناليست نتاع لرب جات تالنت رضا رزيق مدرب في الجيمناستيك وامين يعقوب شامبيون دي موند كاراتيه 2013 يعطيهم الصحه مره اخرى كما تشوفوا الى جانبي من اروع ومن اجمل معرفته كرة قدم تونسية وخلينا نقولوا ديجا معرفته ترجي رياضي تونسي من طارق ذئاب سي عبد المجيد بن مراد سي منير جليلي سي علي بن ناجي وسي عبد جبار مشوش سي طارق نبدا معك انت خاطر لليوم تبقى اللاعب التونسي الوحيد اللي فاز بالكرة الذهبية الافريقية شوية صحيح مو شوية لكن أنا أقول لساعة أقول أن أنا سعيد اليوم قابلت اليوم مسؤولين القدامى متاعي اللي رباوني وسهروا على تربيتي وإذا وصلت للمركز المتواجد فيه اليوم أن ترجي دائما تبقى مدرسة كروية ورياضية وأخلاقية وهذا اللي حمل من نشكرهم اليوم على أعلن لأن ناس خدموا الترجي قلب ورب بدون مقابل واضح ولهنا هام جدا تواصل الأجيال نشوف اليوم الأجيال الكل تقريب الفريق الجديد والناس اللي خدمت واللي عطات وضحات ونعرفوا نقبل كنا دي جوار اماتور دي سبورتيف اماتور معناتها بدون مقابل ونحب اليوم نشكر الاخوان الكل والرياضيين الكل والعائله الترجيه هذه اللي اعتقد ان الترجي يبقى دائما فريق كبير
وترجي أجيال وأجيال. ترجي ماهوش شخص أو شخصين، ترجي ماهوش لاعب، ترجي دائما يبقى فريق كبير تتواصل فيه لاعبين كبار لعبوا فيه، لكن يبقى هو الترجي. جمهور الترجي دائما هو اللاعب رقم 12، ولولا جمهور الترجي ما أعتقدش أن الترجي كان موجود. نحب نشكر اليوم جماهير الترجي، وإن شاء الله يكونوا وراء الفريق متاعهم رغم أن اليوم نلعبوا بالميكلو. إذا وعدنا السيد الوزير إن شاء الله، إحنا راهو مش مشكلة الوزارة، أنا فما الأمن قبل الوزارة، راهو فما الأمن ويزم يفهم الخوية لو خيان. إذا اليوم رجعنا، لأن الأمن مستتب وأفضل من السنوات الأخيرة، لكن يبقى دائما كرة القدم رهينة الجماهير متاعنا والمشاكل اللي تقع في الـ في الـ في الملاعب متاعنا. احنا نضحيو باش نلعبو ويكلو أفضل من نضحيو بالجمهور متاعنا ولادنا الشبان. ولهذا إن شاء الله الجمهور اليوم، قبل يومين لعبنا ضد فريق ألمانيا 5000 متفرج من في كرة اليد، كان جمهور رايض، كان جمهور وربحنا إن شاء الله. إذا الجمهور متاعنا يكون يمتثل ويكون في المستوى، بطبيعة الحال حنفضلوا أن كرة القدم والرياضة التونسية دائما بالجماهير. يعطيك صحة، شكرا سيد الوزير. إذا من 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 ربما أفضل رقم 10 لاعب في تونس طارق ذيب، نمر من أفضل ومن أحسن لاعبين كرة اليد سيمونير. نحب نرجع معك يمكن ذكريات، قل لي انتباه ولا خايبة، رغم اللي بعد مباراة المهدية أي سيد تعرض ل بروبليم دو سونتي سي غراف، ووقفوا معاك ولاد الجمعيه، وقفوا وكانت تحكينا ممكن فتره حساسه في 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 مسيرتك، الحمد لله معناها تعديت هذا، لكن حبيت نرجع لنقطه مهمه هذه. لا لا، حاجه طبيعيه، جاتني جلطه في وسط الملعب، قعدت بها حتى لين بدلت القلب. غريفيه دو كور اي، نشكر سي توفيق الشايبي بهالمناسبة، خاطر هو اللي عمل كل شيء باش مشيت لفرنسا، بارك الله فيه. وجماعة هو اول غريفيه دو كور في تونس، سي منير ليبوك لي غريف دو كور ما كانوش تعملوا برشا، ما تعملوش في تونس، عملتها في فرنسا، سي غراس توفيق سي توفيق الشايبي. الحمد لله ربي يطول في عمرك وهذاك يخليك اليوم قاعد معنا. نرجع توا على الكرة، على كرة اليد، كما قلت من أفضل لاعبين كرة اليد عرفت الكرة، كرة اليد التونسية، ربحتوا 14 دوبلي في 14 سيسون متتالية، ترجعنا زاد الفترة هذيك فترة كبيرة. والله فريق كرة اليد عملنا تاريخ بالملاعبية والمسؤولين، مش وصل عملنا فريق كبير. حسن بالخوجة وقته، لا بدينا احنا بدينا من سي محمد بن اسماعيل، بدينا نكونوا في فريق حتى لسي علي الزواوي. بهالمناسبة نحب نذكر سي المنصف حجار، اب الروحي تاع الترجي الرياضي لكرة اليد، اللي خدم مليح وخلانا مش كملنا، مش جاء سي سعيد عمارة اللي هزينا معه أكثر دوبليات، والجمعية ومن بعد بدأ يتكون في الفريق، كوننا فريق كبير ياسر. والله اش تحب نقول لك، كترجعنا الفترة ذيك ربما تو الصغار والعبيد ما تذكرش، أما الفترة ذيك ترجع التونسي كان مسيطر على كرة اليد في مسيطرين. تونس، وكانت ربما ذي بعد أعطاه للمنتخب الوطني التونسي برشا زاد. أي سيطرنا على كرة اليد، معناها ما وصلنا حتى لصوم ماتش ما خسرناش أكثر من تروا سيزون، مي هذا الكل يرجع الفضل للملاعبية وللإسبري تاع الملاعبية، وهذا الكل يحرز على خاطر راي الترجي تاج راسنا، والترجي قد ما نعملوا معها وشويه. يعطيك صحه سي منير، متواضع خاطر انا كي سالت كل ما نسال سي منير يقول لي من احسن، بالحق من احسن ما عرفته كره اليد التونسيه، رغم اللي توا عندنا فريق راكم تشوفوا ايش قاعدين نعملوا منذ سنوات، ولكن برشا عباد يمكن ما تذكرش ولا اللي قد انا ممكن ما حضروش عليك. خليهم يقولوا خير من اللي انا. يعطيك صحه. سي عبد المجيد بن مراد، سي عبد المجيد بن مراد مهاجم تاع الترجي، تو نشوفوا عندنا فتره طويله والمهاجمين برشا قاعد نشوف فيهم العكيشي باش تغش عليا، عندنا العكيشي اوريزمون ولا برشا اجانب في كراس حربه، كي تحكي لنا انت فتلك سي عبد المجيد بن مراد
وباش نعطيك انا بونتو مهم خذيت عليه ورقه صفراء ضد سي اس اس. البونتو هذا يقعد لصقلي في الوحده ساعه كلمه واحده باش نقول لولاد الصغار ما تعندونيش ما تعملوش كيفي. هذه على البونتو. اي خذيت عليه كارتو داير. روحت بالدفاع عاوني باش الماجي الحارس انا عملت هكا ومشي على روحه. عاونك عاوني هو عاوني. تلفت قلت لك قعد انا قعدت لي بونتو قعد لي في قلبي الخساره نتاع اللي خسرناها فينال وخسرنا الدوبلي ما خسرناش فينال خاطر كنا الاولانيين وكان ربحنا الماتش الفينال وقت نواصلوا وقت مازال عندنا نواصلوا كان عام هذاك كنا نهزوا دوبلي قعدت في قلبي حتى العام الجاي وقت لعبنا اول في اللالي جات شخص لهنا لعبنا ضده جات اللقطه هذيك فما مع كل احترامي للصفاقسيه ومع كل احترامي للملاعبيه اللي هم اصحابي واخواتي اللي جبت بيهم واللي بعد ما حطيت الكره عاديني تلفت لهم قاعد يغزوا لي عيطت لهم قاعد نعيط لهم فهمت بعد باش تلفت الاربيت راكبش ضربتها طلع ودخلت بها قعدت قعدت تذكرك تشوف تذكرش فانا فتره فانا ان موسم من عام بطوله 71 71 وتبارك الله انا اكثر من 40 سنه بعد 70 وقتها وصارت الكارثه هذيك وقتها ضربوا سيد هادي نويرة وتنحت نحانا سيد طالب خوجة وقت نحت ترجي نحتنا ترجي وقعدنا قعدنا وقتها ست شهر ولا ثلاثة شهر ما راحت حتى جاء الزعيم بورقيبة لا يرحمه جاء هو باش ترجع الترجي مش محل مضي صحيح نحى المظلمة هذيك نحى المظلمة على ترجي صارت على ترجي اي خاطر تظلمنا ظلم كبير نحاولنا قلت لك الدوبلي في العام هذاك سالي بنجي وسي عبد الجبار قبل ما نجيكم انتم نحبكم تشاهدوا معايا هذا التقرير هذا التقرير يخص اللاعبين القدماء نتاع الترجي تعرف اللي برشا لاعبين لعبوا في الترجي منذ من 95 سنه تو من تاسس الترجي خمسه عديد من اللاعبين داروا على الترجي وهذوما اللاعبين برشا منهم اصبحوا دي ليجون دو كلوب وهذا شوفوا في التقرير التالي من عام لعام الحكاية كبرت وسجلت أرقام قياسية وأسماء تبقى في ذاكرة الأجيال الرياضية 95 سنة هو عمر أسطورة شيخ الأندية التونسية اللي بدأ بفريق كرة القدم قبل ما يتفرع إلى العديد من الاختصاصات الرياضية فردية كانت أو جماعية أسطورة كرة القدم ضمت نخبة كبيرة من المسيرين سهروا على تأمين مصالح النادي كما عام عامر البحري بدين تلمساني وغيرهم شادي زويت خدمت معه تقول المسيرين وقت شادي زويت كانوا يقولوا الشيخ الناشي عبد القادر بابو مصطفى مزير مصطفى مزباح حسن الزمرلي هذا معناه الناس حسن بالزكور حمادي منور هذا كل معناه خدمة الترجي قرابة 34 مدرب نالوا شرف قيادة سفينة كرة القدم بالترجي فوزي البنزرتي يوسف الزواوي المختار التليلي خالد بن يحيى وغيرهم للقابل الوليين متاع الترجي كلهم على وقت نجم الشريف كان يمرن في الترجي العرسيت سوري بعد ما كمل الكارير نتاعه كان احسن جول في تونس مع الفرنسيس هو الجارديان الكبير نتاع ليكيب التونسيه وقتها معناها هو زاد رانا الترجي فما الشيخ دراوه بعد ما كمل الكارير نتاعه في الترجي زاد رانا فما العربي السوداني هذا من اللي قبل الاستقلال ومن بعد جا الاستقلال عبد الرحمن بن غازدين بازمانتي بيتر شناك برشا ملاعبيه كبار لبسوا ماريو لسبيرونس وما بخلوا عليه بحتى قدرة عرق الهداف التاريخي عبد المجيد التلمساني واسطورة كرة القدم التونسية المتحصلة على الكرة الذهبية الإفريقية طارق ذياب وكذلك تميم الحزامي. عروسي كان معناها نابغة في الكاش نتاعو معناها كتفرج فيه تعمل كيف. المولدي نقولوا المولدي لنا فرد جينيراسيون هو العربي السوداني كان ملاعبي باهي واحد يقول بن بطوش في النظام اللي قبل الاستقلال مصطفى كشوك مصطفى قليبي عيطولي المعلم هذا كان فنان كبير برشا اما الحاجه اللي لعويني مشوش ترخاني القبلاوي الله يرحمه عبد القادر العبيدي جلاسي الواقع
عكاشة جينيراسيون اللي بعدهم بعدها جا محمد بنيور علي البجاوي محرز جلاسي دريس عبد يوسف يوسف سيلي على كلوس وزة عبد الرحمن بن عزيز قلت لك عليه رشيد المدب شادي العويلي معناها راح تكلم بزي السمين اللي قاعد يغلو. بعدها جيل الثمانينات ياخذ المشعل خالد بن يحيى هيثم عبيد وبرشا ملاعبية اخرين ادخلوا خزينة الترجي صابة كبيرة من الالقاب اللي قرديان وقتها كان شوشان وشكري وزرقة سمير الخميل علي بن ناجي خالد بن يحيى لطفي جبارة توفيق الهيشري محمد بن محمود عبد الأطلس طارق ذياب فدو بسام جليدي زيت المساني منذر البواب فتحي طرابلسي معناتها جينيراسيون متاع فرتكمون الكل ولاد جمعية معناتها الأغلبية منها ولاد جمعية فزنا بعدة الألقاب فزنا بأول ثنائي في تاريخ الترجي سنة 89 زادة تم الله يرحمه الكامل كان يلعب عندي مجدو قالوا شنو هي قوة الاسبيرونس قالوا قوة الاسبيرونس خاطر عن أربع مماردين قالوا كيفاش قال عندك بيت شناك على البنك خالد بن يحيى في الديفونس نبيل معلول في الميليو طارق ذياب في الأتاك كل واحد منهم يسير في الكومبارتمنت تاعو كان يوترونيو معه في التسعينات اشتد العود بقيادة الحارس شكري الواعر ورفاقه طارق ثابت العيادي الحمروني توفيق الهجري حسين القبسي والمرحوم الهادي برخيصة بعدها تولد جيل جديد في الترجي مراد المالكي عصام جمعة خالد بدرة رضي جعاجي وبرشا ملاعبية اخرين معروفين بصولاتهم وجولاتهم في التيران وتغنى بهم جمهور الترجي اعترافا بالجميل أكثر من 46 لاعب أجنبي من جنسيات مختلفة دافعوا على حظوظ الفريق وخلاو أساميهم في أسطورة الترجي كيما جون جاك تيزيي، مالي تولي، غربا لاوال، الشيخ ساك، فرانكو أوليفييه، كانديا تراوري، مايكل رامو وهشام أبو شروان. عرش المحافظة لكن يسدد باليمين، يسدد! أسطورة كرة اليد زادت دونة أسامي خالدة، منير جليلي، لحبيب ياقوتا، فوزي سبابتي، كريم الزغواني ومكرم الجرو. اللي أصبحت الترجي تصنع في ملاعبية من طراز عالمي كما عصام تاج وسام حمام محمود الغربي وتصدرهم إلى أكبر البطولات الأوروبية طائرة الترجي عبر التاريخ قادتها ملاعبية كبار مصطفى العباسي يوسف بسباس ثم خالد بالعيد غازي قدارة عاطف لوكيل محمد البغدادي وغيرهم كيف نقولوا كرة السلة بالترجي الجماهير تتفكر أن تخيو دوخ صنع العجب وجاب أكثر من لقب وهما مصطفى بوشناق رشيد الزاهي ومحرز القسنطيني اللي تركوا انطباعات أكثر من ممتازة في الذاكرة في الرياضات الفردية تميز الترجي في كل اختصاصات وكيف نقولوا الجودو مثلا في تونس الذاكرة تحملنا إلى كمال الجلاسي محسن محجوب أنيس لونيفي وسكندر حشيشة أسماء أخرى كثيرة دخلت في أسطورة الترجي عطاو ضحاو وشرفوا المريول وحبتهم الجماهير ويستحقوا كل الشكر والتقدير من بين الأسماء المذكورة ذوما من الليجان تاع الترجي بتبيع علي بن ناجي أنت اسمك سمعني ذكر أكثر من مرة في التقرير كنت رجعنا لفترة 94 نهائي الزمالك علي بن ناجي كابتن تاع الترجي ترجعنا لفترة ذيك وكان أنه بالحق كنتم متأمنوا بحظوظكم أنه باش تفوزوا بالشامبيونز ليغ في الفترة ذيك أول حاجة أنا اليوم فرحت ياسر بالوجوه اللي شفتهم معناتها اللي عندي برشا ما شفتهمش من رؤساء من مسؤولين من لاعبين يقدم معناتها فيهم اللي نتقابلوا فيهم ما نتقابلوش دونك فرحت برشا باللي قابلتهم اليوم نرجع لسؤالك معناتها 94 كانت فترة عندنا إكيب قوية برشا قبيلة أنت سألت سؤال قلت شنو هو سر نجاحات الترجي سر نجاحات الترجي في الإدارات نتاعها معناتها الإدارة نتاع الإدارة الترجي ديما إدارات عندها إدارة قوية اللي تعرف تسير الإكيب وتوفر لك كل شيء وتوفر الملاعبية وتوفر كل الحاجات اللي باش تخليك تنجح دونك يلزمك تنجح تتحمل مسؤوليتك فما مسؤوليه باش تحملها قدام ادارات وقدام جمهور وقدام الناس الكل اللي يلزمك تنجح للترجي فريق القاب يلزموا الالقاب وما يعيش كان بالالقاب دونك انت يحطوا لك مسؤوليه على كتافك يلزمك تتحملها احنا جينا طلعنا اولاد صغارنا لقاو طارق ذياب قدامنا لقاو ملاعبيه قدام قدامنا تعلمنا عليهم خذينا عليهم المساج هذاك اللي احنا
عدوهن الملاعبية هذوما احنا عديناها للي بعدنا. دونك مشيت في الترجي، في الترجي يلزموا القاب باش ينجم يعيش بها، وهذه معناتها فرصة وملاعبية تعتوى يستناو فينا. اللي الترجي راه ما تنجمش تعيش بلاش القاب، والالقاب يا اخي باش تجيبهم يلزمك تتعب عليها، كيما تتعب باش تربح ماتش يلزمك تتعب، كي باش تهز لقب يلزمك تتعب، معناتها ما تجيش حاجه بسهوله هكاك. مش خاطر احنا ازمه الترجي باش نربحوا الناس، لا راه ولزموا نلعبوا ونتعبوا ونخدموا. ذا ميساج توصل فيه؟ نوصل فيه بيان، نوصل فيه على خاطر قبيله شفت قعدت مع خليل شمام شويه، معناتها قلت له الترجي ما تنجمش تشوف الاهلي المصري في كاس العالم للانديه وما تشوفش الترجي، معناتها هذه حاجه الملاعبين لازمك تحس بها باش في المستقبل يردوا بالهم باش نشوفوا الترجي ديما في كاس العالم، على خاطر الترجي قادر باش يكون كل عام في كاس العالم. خاصه قرب تو ولات هوني في مراكش في المغرب حذانا اقرب. سي عبد الجبار قبيله جبت مع سي عبد المجيد مراد على الفتره نتاعو كمهاجم، ثم الحقيقه كنتوا ثنائي مع بعضكم، ثنائي الهجوم في الفتره ذيك هو عبد الجبار مشوش وعبد المجيد بن مراد. دير باش نسلك حاجه، عندك علاقه مع عطوقة تاع برشا بوثويت؟ مش علاقه انا عطوقة ولا اميكا، هي علاقة بطبيعتها، كنا في المنتخب مع بعضنا من المنتخب للصغر وإحنا مع بعضنا أنا والسيد القساسي حتى لين وصلنا للأكابر. الحاجة الفارق ما بيني وما بين اللاعبين الآخرين اللي الناس تخاف من السيد القساسي عطوقة، يكون في المباراة يشوت 4-5 مرات ضد النادي الافريقي، ضد السيد القساسي ما يشوتش حتى مره، ولا يشوت مره، يخايف من السيد القساسي عطوقة. انا تعلمت من صغير هو الكره اللي نضربها يلزمها تزوز واللي ما يلزمهاش باش تزوز ما تزوزش، وكا هو ما عندها ما فماش فرق ما بين الحارس هذا والحارس الاخر. انا جبتك خاطر قاعد التاريخ يشهد لي انت سجلت برشا اهداف. لا مش برشا، هما الناس تسخاي برشا، هما مش برشا اللي يظل لي طارق سجل اكثر مني للنادي الافريقي وهو ما يتكلموش عليه، ولكن انا قعدوا يتكلموا عليا على خاطر المباريات كانت قليله ما بيناتنا احنا والنادي الافريقي، وهذاك علاش معناتها يظهر لهم على خاطر وقتها في التاريخ هذاك كانت حتى النتائج نتاعنا صعيبه، واحد بلاش واحد واحد صفر صفر دخل 2-1 على هذاك باش نقعد. لا مانيش موجود هذا بشيء انا. لا 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 مانيش موجود. لا لا انا بطلت صغير، بطلت 72 سنه 27 سنه عام 72 عام في الفازه نتاع عبد المجيد بن مراد توفيق، احنا اصحابه في الملعب، انا صاحبه ما حبيتهاش عليه، ما حبيتهاش على خاطر انا كنت نخير نربح صفاقس 5 بلاش 6 بلاش احسن من اللي نعمل العمله هذيك اللي ماهيش داخله في قانون اللعبه وقانون الرياضه و... داخله. قلت له مجيد، قلت له قلت له داخله في قانون اللعب، قلت له لا مجيد عنده حاجات خاصه في الكره الكل. مجيد من نجم اقول انا في اعتقادي انا طارق ما لعبتش معاه، اما مجيد لعبت معاه برشا، احسن ملاعبي ريتو انا، احسن ملاعبي كره قدم ريتو انا هو عبد المجيد بن مراد، يعمل اللي يحب، ينجم يعمل اللي يحب، ولكن انت ومزاجه. يمكن هذاك هو الجنيه اللي في عبد المجيد بن مراد اللي هو هذاك هو اللي كان مزاجه، قول له دريبل دريبل مزاجه، العباد تبدا تسب مشيل وين يا مجيد، يقول لي والله بالبونتو هكاك خليهم هكاك. هذاك هو بمالي يميز عبد المجيد بن مراد من المهاجمين الاخرين. انا نحبكم نواصلوا نحكيوا على لي ليجون دو كلوب، نحبوا توا باش نحكيوا على اقدم لاعب لعب في الترجي ومازال حي ربي يطول في عمره، خير الدين باشطوبجي. باشطوبري عمره 98 سنه، يعني مولود عام 1916 قبل حتى من تاسيس النادي. عبد المجيد ربي يطول في عمره مشينا له، حبينا نكرموه وتحدثنا معاه.
هو كان حاضر على ولادة الترجي خير الدين البشتوبجي من مواليد 1916، هو أكبر لاعب مازال شاهد على أسطورة شيخ الأندية التونسية، معروف بحبه الكبير للمكشخة متابعته لها حتى اليوم في سن يقارب 98 سنة. عام 1932 32 اللي مشيت صحاح في الأسفيرانس، كنت نلعب بالسرقة من بابا. بابا ما يحبش الكورة، الجول متاعنا العروس لدي زرير كان مولدي وعبد الصمد لدي موين كان دوكاس بعير زقيحة هاشم الشريف انا ما فان سنتر ندرب ليس وقتها كان في الجريدة من الجريدة كان الميار دريب لير دو لا تونيزي كما يكون هو ما خذاش بونتو من عندي انا البريود نتاع 38 و 39 هذه البريود نتاع هذيك هي تضربت فيها خرجت من هذيك عام جاي ما تلعبتش الكرة حرب كل عام هما حيين وخير ويجع الترجي في تحسن كيف ما هي توا وخير من توا. سي خير الدين هو عميد المكشخين ومسؤولية ترجي لولادها الكبار ما همش ناسين في عيد الميلاد عدد 95. Un moment fort, beaucoup d'émotions. عشان ما بعضنا كنشوفوا سي خير الدين باش تبجي مرة أخرى ربي يطول في عمره. احنا نقولوا ولد النادي ويمكن حتى هو بو النادي كتشوفوا أكبر من الترجي. مولود 98 سنة سي خير الدين. سيد وزير سي طارق تشوف أنت كتشوف خير الدين باش تبجي من زيرو غزلو واش يحكي لنا على المباريات وذكريات والكل تقريبا بقوش عليه البارح كان يكاو. أنا أقول لهام تواصل الأجيال، أنا أقول دائما الجمعية ما يلزمهاش تنسى أولادها، تنسى مسؤولينها، تنسى الرياضيين. القدامى خصوصا كما قلنا ان الناس هذوما اعطاوا وضحاوا من اجل الترجي الرياضي التونسي بدون مقابل، وهذا هام جدا لان الوقت الحاضر ما عادش انسان يعطي بدون مقابل، ولهذا اعتقد ان الناس هذوما نحييهم، الناس هذوما ابطال بالنسبه لي نحن. وانا اقول دائما الجيل الجديد احنا راهو ما نتحسنوا ما نطوروا، واحد كان ما يغزر التاريخ نتاعو باش يمشي لقدام، اذا ما يتفرج ما يشوفش التاريخ نتاعو بطبيعه الحال يلقى صعوبات كبيره للتقدم والتحسن. انا اقول هام جدا ان دائما ناس الترجي تشوف الاجيال الاخرى، تشوف الناس الاخرى شعطات، تشوف الناس الاخرى شضحات باش هما بطبيعه الحال يخدموا ارضيه صحيحه ويصلحوا اخطائهم معناتها المشاكل اللي صارت قبل ان شاء الله. تو سي طارق كي نمروا مع بعضنا نشوفوا الهام، شكون معاك، شكون الفنان او الفنانه اللي جنبك الهام؟ هي بنت الترجي الرياضي التونسي افيك ان غران بليزير قبلت باش تكون حاضره بحذينا ليله في سيت سواري سبيسيال نصفقوا مع بعضنا الفنانتنا نجاة عطايه.
نجيت يعطيك الصحة. سلامة مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا. أنت بنت الترجي الرياضي التونسي. وي. الأغنية هذيا مايلة لك ديديكاس. هما الأغنيات الكل ديديكاس للترجي الحقيقة. ميرسي. ومن القلب راهو مش بالمناسبة كهو معناتها. نجيت قول لي لي ماتش تفرج فيهم في الدار ولا تمشي للستاد؟ أنا نمشي للستاد. داكوغ. ميرسي. ترجي الرياضي أفا ساعات في الدار وساعات في الستاد. سا ديبون والماتش. لا الماتشات الكل نمشي لهم. تصيق على نجات. نجات لوكيزيون هذايا شنو تتمنى للترجي الرياضي التونسي؟ بطبيعة أنا بنت الترجي وتربيت على الترجي ونتمنى كل خير لهالفريق الكبير وان شاء الله ديما في النجاحات وان شاء الله ديما اليد في اليد سورتو ولاعبينا ما شاء الله يعني نحب نحييهم لانهم ديما يبرهنوا انهم لاعبين دو نيفو وتحيه نحب نحيي الجيل السابق من الملاعبيه اللي انا تربيت معاهم دونك نحييهم. نجات باش تقعد معنا عدد كبير من لي بيبل قدموا لي فو نتاعهم للترجي الرياضي التونسي باللوكيزيون هذيا نشوفوهم مع بعضنا توت سويت. ترجي فريق عريق نقول لكم كل عام وانتم بخير. ترجي احمر واصفر يقعد ديما محلاه وان شاء الله ترجي ديما موفق ربي يفضلكم. بيس ترجي ترجي تي في ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله مبروك علينا ترجي جديده وليميسيون جديده وإن شاء الله الترجي ديما في العالي. هذه حكايتنا كيفاش بديت من عام 19. ترجي يا دولة. بيس ترجي يا دولة وإن شاء الله الترجي تي في هذا مولود جديد متاع الاسبيرانس اللي مستبنيته قناة تونسنا إن شاء الله يكون طالع خير على جمعية الكل وعلى أولاد الجمعية وعلى جمهور الترجي الرياضي التونسي في تونس الكل. نتمنى عيد سعيد للاسبيرانس. نتمنى أنه الاسبيرانس تقعد ديما باش ما نقولش ترجع لا لا هي ديما في الطليعة تقعد ديما في الطليعة وإن شاء الله يا ربي نشوفوها في محافل أكبر من الشامبيونات التونسية إن شاء الله نشوفوها في الكوب دافريك وعلاش لا في الكوب دي موند دي كلوب شامبيون وبرافو الاسبيرانس وواصلوا وأحنا معكم. إن شاء الله ديما ولاد بلادي منتصرين إن شاء الله ديما يهزوا الراية مرفوعين مبروك علينا هذه البداية ومازال في cette soirée spéciale برشا دي سوربريز مازالوا باش نشوفوهم ما تبعدوش علينا احنا نمشيو بوز بوب ونرجعو.